موضوع شائك، الطب، تشخيص، العلاج، المسألة صعبة وخطيرة. أنا بحب قوي أفلام زمان، ويعني يمكن من أكتر الشخصيات اللي بحبها شخصية الدكتور، شخصية جميلة قوي، اللي هو أبو شنطة صغيرة ده، ودايما ويجي لك في أي وقت، يعني أي وقت تطلبه بالليل الفجرية، يعني في أي وقت بيجي عادي مش مشكلة، ولابس بدلة في أي وقت، لابس بدلة وكرافتة ومعاه شنطة صغيرة كده، وتحس إنه جاهز، يعني نايم بالبدلة وتمام والشنطة في حضنه، ودايما يحسسك إنه كده مفيش حاجة، ما تقلقش. يبقى أهل البيت كلهم يا لهوي، طب إيه، طب في إيه يا دكتور، طب مش هو حد جميل وبيطلع، هي تقريبا الشنطة ما فيهاش غير سماعة يعني. هما عادة بيبقوا تشخيصين، يا إما ألف مبروك البي حامل المدام حامل، يا إما يكشف كده ولحظة صمت وبعدين يقول لك حد مضايقها، هي مجرد صدمة عصبية ومهدئات بس، والحالات النفسية هي السبب في كل حاجة. أنا ابني بسم الله ما شاء الله شاطر في المدرسة، وبروح أحضر اجتماع أولياء الأمور وكده، وقالوا لي ابنك بسم الله ما شاء الله هايل، وعلى طول بيرفع صباعه وبيجاوب ومذاكر وجاهز وسريع البديهة، الحمد لله يعني. طب الحمد لله متشكرين، وأروح فخور وتمام التمام. ففي يوم لقيت الواد في البيت ماشي عامل كده، عطوه قلب الأم بقى، الواد صباعه بيوجعه، الواد صباعه بيوجعه، بتني له صباعه ما بتنيش، فعلا الواد عنده مشكله في صباعه. قلب الام، اجري بينا على الدكتور. جري على الدكتور، فابني وصباعه عامل كده ومش راضي يتطبق، وهو الحمد لله شاطر في المدرسه وكل حاجه. انت دكتور؟ قلت له انا اسف بس يعني انا بقول يعني الواد صباعه عامل كده بس مش اكتر يعني. انت بتفهم في الصوابع؟ ما حضرتك هو مش يعني هو كده يعني، طب ما انا مش شايف حضرتك معلق مثلا صور صوابع ولا يعني مش عارف يعني ما لو سمحت اتفضل حضرتك اقعد هنا على الكرسي ده وسيبني اكشف على الولد براحتي. حاضر يا فندم. ورحت اقعد، لقيت الكرسي اللي هو عامل زي الكف ده طالع منه صوابع كتير جدا. قعدت، فعلا الراجل يعني شكله متخصص صوابع يعني، اللي هو ويمسك الصباع وشمال ويمين والوقت تحليل مش عارف ايه، 14 تحليل، 15 عينة مش عارف ايه، وفي والمعمل تبع نفس الدكتور يعني عليه نفس اسم الدكتور. فقلت له يعني الصباع ده لازم نعمل له 14 تحليل عشان يتني مش كده ولا ايه؟ يا ديتني صباعك يعني كبد وكلى واذن وضوافر وكل حاجه تمام يعني، مش ما فيش حاجه معضله يعني. فبنحاسب الدكتور، طب حضرتك بقى حساباتنا قد ايه؟ انا صارف يعني كذا 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 يعني في التحاليل والحاجات دي، حضرتك ايه؟ قال لي لا انا شاكك في تحليل، انا عايزك تعيده. قلت له طب نعيده في معمل؟ قال لي لا نفس المعمل. طب حضرتك، طب اوكي حاضر، ونعيد في تحاليل ونروح ونيجي. في الاخر بقول له الحساب كام يا دكتور؟ قال لي الحساب كذا كذا، وراح ضارب رقم فل. فقلت اجرب بقى افلام زمان، ابو طاقيه وجلابيه، اصل الحقيقه يا دكتور. قال لي نعم. قلت له الحقيقه اصل، فلقيته دب ايده في جيبه. مش ممكن مش ممكن، نفعت، ابيض واسود نفعت. وراح مطلع صفاره، لقيت اربعه واقفين حواليا، حضرتك هتدفع ولا مش هتدفع؟ حضرتك ايه النظام؟ لكن تعالوا نشوف العباقره دول عالجوا الموضوع ده ازاي بمناسبه الطب يعني، ونشوف عملوا ايه مع هيقولوا لنا ايه على الدكاتره وعلى الطب وعلى ال كل سنة طيبين. الحرامي اهو، اقبض عليه اوعى يفلت منك. يا لهوتي اهو الحرامي يا باشا، امسكه امسكه.
عمل ايه الراجل ده؟ بهدلني، اطموستي، سرقني. وانا كمان يا باشا سرقني. سرق منك ايه يا ست؟ فطين يا باشا، فطين بحالهم. وسرقهم ازاي؟ في اوضه العمليات سهان اللي قايم وخباهم في بطنه. انت متاكده؟ طبعا متاكده. الا متاكده ده انا ببقى عداهم قبل العمليه فوطه، واول ما خلصنا العمليه وقفلناه بعدهم لقيتهم ناقصين فطين. احنا حققنا معاه في الاول بالتي هي احسن، استعبط وعمل نفسه متبنج ولسانه تقيل وقال ايه مش قادر يرد علينا من كتر البنج. اضطرينا نفتشه، وبعد ما كنا قفلنا اوضه العمليات اضطرينا نفتح تاني. بفتش اللئيم جوه بطنه الاقيه مخبي الفطين تحت الكونترباص. كونترباص؟ يكونش قصدك البنكرياس؟ بنكرياس كونترباص هتفرق معاك قوي، انت دكتور؟ لا. يبقى ما تفتيش. المهم كمل. لحد هنا وكنا هنسيبه في حاله ونقول المسامح كريم، لكن وانا بقلب جوه بطنه الاقيه لطش الموبايل بتاعي ومخبيه مع الفطين. يا حرامي، عمل حاجه تاني الراجل ده؟ بهدلني، قطم وسطي، وقفني قدامه في اوضه العمليات 5 ساعات وهو متبنج ونايم وفي سابع نومه ولا على باله. الانكت من كده ان بعد ما عملت له عمليه الزايده وفاق من النوم بص كده وقال لي انت عملت لي الزايده ليه؟ عملت لي الزايده ليه؟ ده انا كنت داخل اعمل حاجه تانيه خالص. قلت له يا سلام، ولما انت مش عيان بالزايده امال كنت ماسك جنبك الشمال ليه؟ مش جايز من كتر البنج يا دكتور، انا اعرف الزايده في اليمين. انت دكتور؟ لا. يبقى ما تفتيش. المهم كمل. بس يا سيدي، وطمنته على الاخر وقلت له هنعمل لك اللازم، وبنكته تاني على حسابي وفتحنا اوضه العمليات، واول ما ولد بالسلامه ولد. ازاي ده؟ جاب بنوته زي القمر وسميناها عنايات. عنايات؟ امال ايه؟ اللهم صل على النبي. لسه بوري له البت وبقول له سمي يا حبيبي سمي، قال لي ابعد البت دي عني، البت دي مش بنتي، انت عملت فيا ايه؟ ده انا كنت داخل اعمل حاجه تانيه خالص. قلت له يا سلام، ولما انت مش حامل امال كنت عمال تقول لي نفسي غم عليا ليه؟ نفسي غم عليا ليه؟ مش جايز من كتر البنج يا دكتور، انا اعرف الستات بس الوحيده اللي بتخلف. الله، انت دكتور؟ لا. يبقى ما تفتيش. المهم كمل. التزمت معاه اقصى درجات ضبط النفس، وافتكرت الحلفانات بتاعت زمان دي. حلفانات؟ الايمانات اللي كنا بنحلفها زمان دي اول ما اتخرجنا. ايوه. وقلت له هنعمل لك اللازم، واول ما فاق من البنج ولقى دراعه في ايدي. يا نهار اسود، دراعه في ايدك؟ قعد يصوت ويلطم على وشه بايد واحده ويقول لي انت عملت فيا ايه؟ شلت دراعي من مكانه ليه؟ ده انا كنت داخل اعمل حاجه تانيه خالص. قلت له يا سلام، ولما انت ايدك سليمه امال اتقرصت اول ما شفتني وما رضيتش تسلم عليا بيها ليه؟ يا دكتور، انا اعرف ناس كتير بتعدي على الناس من غير ما تسلم عليها. الله، انت بتفتي؟ تبقى انت دكتور. على الحال ده 12 عمليه افتح واعتذر وافتح واعتذر واعتذر وافتح وافتح واعتذر لما قطم وسطي. المهم بعد الهلومه دي كلها المريض ده كان عنده ايه؟ كان جاي يكشف نظر. جاي يكشف نظر؟ شوف التفاهه وتضييع الوقت بتاع البني ادمين. لكن اقول لك ايه، احنا شغلانتنا كده نخدم المرضى طول الوقت وسكتنا على كل بلاويه. فوط العيانين يسرقهم وموبايلاتهم وسكتنا. 4 جراكن بنج سفوهم لوحده في بطنه علشان ما يتنيلش يحس بحاجه في اوضه العمليات وسكتنا. اكسجين وتكييف مركزي في اوضه العمليات عشان ما يتنيلش يفطس مننا وسكتنا. بيبي سيطر وكوافير لبنته عنايات اللي مش عايز يعترف بيها وسكتنا. لكن بعد ده كله ما يرضاش يدفع فاتوره المستشفى؟ لحد هنا ولا لا؟ لازم يدفع فاتوره المستشفى. هي فين الفاتوره ديت؟ الفاتوره يا سميره جاهزه يا دكتور. مش دافع يا واد، ادفع وبلاش ساقعه. مش دافع كده هنضطر نحجز على الاسره. مش دافع استعبط بقى واعمل ميت. يا نهار اسود، ده عملها بجد ومات يا دكتور. الندل الخسيس الجبان مات من غير ما يدفع الفلوس اللي عليه. شفت الجشع والطمع بتاع البني ادمين وصلهم لحد فين؟ شايف البني ادمين، لكن اقول ايه؟ هيروح من ربنا فين؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا يورينا فيك يوم يا شيخ، ربنا يورينا فيك يوم. وانت ازيك؟ انا كويس يا دكتور، الحمد لله. شايفك بتبربش كده وصحتك مش ولا بد. لا يا دكتور، انا الحمد لله صحتي زي البوم. تكونش عايز تكشف نظر وانت مش واخد بالك؟ لا يا دكتور. طب اي حاجه بقى، ما تبقاش رخم، اديك شفت المريض طفش من غير ما يدفع الفلوس اللي عليه. يا دكتور انا صحتي زي البوم.
ما تقلقش من حاجه، دي هي شك الدابوس، ما تبقاش رخم بقى، خلينا نستفتح. يا دكتور الحمد لله نظري سته على سته. طب في الشاكرش اطحن منبار اي حاجه. يا دكتور الحمد لله انا بخير. طب كله طيب. اقفشيه يا سميره وهيقفلت منك. لا يا دكتور هيقفلت منك. خلاص عايزين نستفتح يا سميره. الفل وتمام والله ما سايبك النهارده.